مساء الخير. سجلات هذا المساء يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. هناك طبعا حدث كبير حصل في هذا البلد بعد غياب الملك عبد الله وتبوء الملك سلمان عرش المملكة. وطبعا هناك مجموعة من الأحداث التي حصلت، أهم التغييرات الحاصلة حاليا. كثير من الفتاوى انطلقت في الأيام الأخيرة، تحدث إما عن مؤامرة، عن تغيير، عن انقلاب. كل ذلك، كل هذه التعابير تم تداولها سواء في الإعلام العربي أو الإعلام الغربي. هذا المساء نستضيف الإعلامي السعودي الأستاذ عبد العزيز الخميس في محاولة لتسليط الضوء على تفصيل كبير، أكثر من تفصيل في المملكة وأيضا في العالم العربي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز الخميس. طبعا أنا تابعت ما كتبت وتابعت تعليقاتك حول هذا الشأن. حضرتك تريد أن تعتبر الأمر وكأنه بين مزدوجين طبيعي، علما أنه على المستوى الصحافي على الأقل بنظرة المراقب الأمر ليس طبيعي. ماذا الذي حصل وما أسميته أن رياح في الرياض؟ شيء كبير حصل في الرياض. إلى أي مدى بإمكاننا أن نقول أنه مفصلي، أنه تاريخي ما حصل حاليا؟ طبعا أنا لما تحدثت أنه طبيعي تحدثت من فهمي للواقع السعودي، ولأني أعرف تماما وعاصرت ملوك وعاصرت تغييرات داخل منظومة الحكم السعودية، وكنت أعرف تماما أن كل ملك يأتي برجالة معه، وكل ملك يغير الحكومة ويعين وزراء جدد، وكل ملك أيضا يختار ولي عهده بهذا المستوى بهذا الحجم نعم. الجديد هو فقط، وهو أيضا ليس طبيعي جدا، هو اختيار واحد من الجيل أو من أحفاد المؤسس أو من الجيل الثاني لكي يصبح ملكا في المستقبل، يعني اختيارك ولي العهد، وهو أيضا أمر طبيعي لأنه سنه الملك السابق. المفاجأة هو عند البعض هو اختيار هذا الرجل، رغم أن هذا الرجل نعرف تماما أنه هو الرجل المناسب، ونعرف تماما أنه هو الذي خاض المعركة ضد الإرهاب، ولديه شعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، ولديها أيضا شعبية داخل الأسرة الحاكمة والمالكة، وأيضا لديه سجل دولي واعتراف دولي بإمكاناته، وبالتالي لم يكن تعيينه أمرا غير طبيعي، إلا أنه الاستثناء أنه من الأحفاد الجيل الثاني. وأيضا المثير في الموضوع هو أن السعودية ردت على كل الأقوال التي تناولت عدم الاستقرار والصراع بين الأجنحة بكل حكمة وبكل هدوء، ورأينا كل هؤلاء الذين يسمونهم الغاضبين والذين خرجوا من منظومة المناصب، رأيناهم تماما هم السباقين والسباقون للتهنئة، وهم الذين تصدروا المهنئين من أجل تقديم التبريكات. هذا المعنى لم يكن هناك صراع. أريد أنا خلال البرنامج معك أنا على الأقل أن أقترح، يعني أن أطرح أسئلة واضحة بدون أي بانتظار يعني أجوبة واضحة. تم الكلام عن صراع داخل التيارات. تم الكلام عن انتصار ما يسمى بالجناح السديري في المملكة العربية السعودية، طبعا والمراقبين يعرفون عن ماذا نتكلم. تم الكلام عن إبعاد الأمير متعب مثلا الذي كان يقال أنه بإمكانه أن يكون يوما ما وليا للعهد. كل ذلك يعبر عن صراع معين في الداخل، على الأقل يعني الصحافة حتى المتخصصة في الشأن الخليجي كانت واضحة في هذه التعابير. انتصار الجناح السديري ضد الجناح الآخر كما يسمونها. طبعا جميع التحليلات التي تتناولها أجهزة الإعلام الإيرانية والمحسوبة على الإيرانية أيضا الغربية التي تستصفي من مصادر موالية لإيران وموالية للأخوان المسلمين، جميع أجهزة الإعلام الأخوان المسلمين وغيرهم من جماعات الإسلام السياسي المتطرفة تصدوا لهذه المسألة من غضب داخلي في أن هذه التغييرات تمت بهدوء، وتم صب ماء بارد على جميع التكهنات التي تناولت أنه في حال رحيل الملك عبد الله سيحدث صراع ونزاع ومعركة على المناصب والحكم. رأوا بكل غضب أن ما يحدث في السعودية هو تغيير هادئ مستقر سليم، بركة الأسرة الحاكمة وأولهم الأمير متعب. الأمير متعب نشر إعلان كامل في جريدة الجرس الصحف السعودية يبارك، وأيضا يتحدث عن أن والده اختار الأمير سلمان،
ولم يبدي في هذا الإعلان أو لم يبدي في أي تصريحات لا هو ولا أسرته أي غضب أو أي مضاضة أو مرارة من هذه التعيينات، بل على العكس هو موجود أيضا في التعيينات، هو وزير ورئيس الحرس الوطني. والحرس الوطني من هو الحرس الوطني؟ هو في رأيي هو القوة العسكرية الداخلية القوية في السعودية، ووجدنا أن الحرس الوطني هو الذي يحمي كل هالاحتفالات ويحمي هذه ويشارك في تدعيم أمن واستقرار التغييرات. لم نرى أي تصرفات متشنجة أو امتعاض كما يحدث في إيران مثلا حينما يتغير الحكم عندهم، ونرى المظاهرات ونرى النزاعات ونرى الخلافات بين الملالي، بينما نراهم في السعودية يدفنون ملكهم بكل هدوء وبساطة، يغيرون الحكم، يغيرون المناصب ويضعون الأنسب كما يرون بكل هدوء. هذا يثير غضب الإعلام، يثير غضب أعداء السعودية، وبالتالي لا أستغرب أن تسمع أو ترى هذه الاقتراحات. وأحيانا يبدو بعضهم يكتب كأنه صديق صدوق، وهو في الأخير يتبع أجندة الحزبية التي في النهاية تريد زوال هذا النظام. كل من تكلم عن وجود صراعات برأيك يعني كان صاحب أجندة، إما إيراني إما إخواني إما إسلام سياسي، معظمهم أصحاب أجندة معادية للمملكة السعودية، وبعضهم يبحث عن موضوع مثير. السعودية دائما موضوع مثير بكل مشاكلها وبكل شؤونها وشجونها، هي موضوع مثير لمكانتها، ولو لم تكن لها هذه المكانة الكبيرة والقوية في المنطقة والتأثير لما أصبحت مثار الحديث عنها إعلاميا. أيضا إيران تسعى وتأمل وتتمنى أن يحدث هناك شقاق داخل الأسرة السعودية، لكن الأسرة السعودية كانت أحكم وأفضل وتعرف تماما. هذه الأسرة لم تحكم مثل الإيرانيين من زمن قريب، هذه تحكم من 300 سنة ومرت بتجارب ومرت بصراعات ومرت بنهايات كثيرة لعدة دول. هذه الدولة السعودية الثالثة، وبعضهم يعتبرها حتى في العهد الجديد الرابعة، إلا أنها هي تمر دائما من كل الأنفاق الصعبة وتستلهم التجارب، وهي كما ترى ده في الربيع العربي، الجميع تأثر من الربيع العربي، هي لم تتأثر بل بقت شامخة صامدة لسبب بسيط جدا، وهي أن هذه طبيعة المجتمع السعودي. أريد بكل صراحة أن أسألك أستاذ عزيز الخميس، هل المملكة العربية السعودية، طبعا هي دولة سيادية مستقلة وتأخذ قرارها يفترض بشكل منفصل، لكن لأهميتها الاستراتيجية، هل بالإمكان التخيل أن يحصل تغيير على هذا المستوى دون استشارة الأصدقاء الدوليين؟ هل الولايات المتحدة مثلا كانت على علم مسبق بحجم التغييرات الحاصلة وهم حلفاء أيضا؟ حسب علمي لا، ولا يحق للولايات المتحدة أن تعرف ماذا يحدث داخل الأسرة المالكة، وفي ملفات بعيدة حتى عن تعيينات وغيرها داخل الأسرة المالكة لم تطلع الولايات المتحدة عليها، مثلا مساعدة الأخوة في البحرين، مثلا صفقات الأسلحة مع الصواريخ مع الصين، عدة كانوا هم غاضبين أمريكا. الأمريكان لهم حدود في العلاقة، وهي الآن نقولها بكل صدق أن بعد كل هالتجارب على كل هالعقود من الزمن يثبت تماما السعودية هي التي مستقلة في قرارها عن الولايات المتحدة، والآخرون هم الذين يتبعون الولايات المتحدة ويتفاعلون مع قرارات الولايات المتحدة، وخاصة داعمي الإخوان المسلمين وغيرها، وداعمي التنظيمات والثوريين وغيرهم، أصبحوا الآن أكثرهم تابعين للولايات المتحدة. نحن لدينا موقف واضح في السعودية، هذه الأسرة المالكة تختار من تختاره، هي شأنها الداخلي، علاقتها بينها وبين بعض، بين الأحفاد والأبناء وغيرهم داخل الأسرة المالكة هم يختارون الأفضل. نحن كشعب سعودي نبايع أو لا نبايع، لنا الحق بعدم المبايع ولسنا مجبرين على المبايع، لكن على الأقل نؤمن تماما بأن كل مؤمن في رقبته بيع، وبالتالي نحن نبايع هذه الأسرة لأنها على الأقل هي الأفضل، هي الأفضل موجود في يعني حتى إحنا براغماتيين، يعني ليس ولا أنا الأسرة ولا أعمى، بل ولا مدروس، ولا شاهدنا نتائجه، ونتائجه ثبتت خلال الربيع العربي أن نحن الأفضل والمستقر، اقتصادنا القوي في المنطقة، وتأثيرنا الدولي موجود. نحن حسب مجلة أمريكان ناشونال انترست الأمريكية، نحن من ضمن السبع قوى الكبرى في العالم، ليس بقوة السلاح وليست بغيرها، بل بقوتنا تأثيرنا الإسلامي والاقتصادي. في كلامك عن البيعة، هل تم التخلي عن آلية البيعة عبر هيئة البيعة نهائيا؟
وعدنا إلى أن يعين الملك أولياء دون المرور في هيئة الويعة؟ أنا لا أعرف تماما أن الملك لم يعين إلا بعد استشارة هيئة البيعة على حسب النظام المتبع، ولكن أنا ما يهمني أو ما أشوف أن التنظيم مهم بقدر ما هو الالتفاف على الخيار الوحيد والأفضل. هناك داخل الأسرة أكيد صار فيه حوار وأكيد صار فيه تفاهم، وأعرف تماما أن الجميع من الأمراء هم يجتمعون دائما في صالون الملك ويتباحثون ويتداولون الأمر، وأعرف أن الملك سلمان هو استطلع رأي أعضاء هيئة البيعة حسب علمي حسب معلوماتي، وليس من المفروض أيضا أن يتم الإعلان عن ما تم بينهم. المهم الخيار موجود. هيئة البيعة يعني حتى لو قلنا مثلا الأمير مقرن ولي العهد تم عن طريق هيئة البيعة، وبالتالي وجودها أيضا تم، يعني قرارات هيئة البيعة تم أخذها بالعين الاعتبار. ولا أرى أنه من، ودائما أقول أنه الملك هو الذي يقرر وهو الذي يرى الأفضل وهو الذي يحدد. لما نجي نقول في هيئة بيعة وغيرها تقرر، أكيد تقرر لكن ضمن إطار الملك. دائما لاحظنا حتى في وقت الملك عبد الله لما يختار يوافقونهم، لأنهم يرون أنه لم يختاره من العدم، اختاره لأسباب هم مقتنعين أنها صح، وبالتالي هم معه. في القسم الثاني سأناقشك حول أيضا مسألة طرحت من قبل المراقبين حول الإصلاح، الانفتاح، العودة إلى المحافظة في خيارات الملك سلمان، بالإضافة إلى شخصيات المسؤولين الجدد الشباب. نتكلم عن الأمير محمد بن نايف وأيضا عن الأمير محمد بن سلمان بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، أي رياح في الرياض، نقاش هذا المساء مع الإعلامي السعودي الأستاذ عبد العزيز الخميس. طبعا تم الكلام وكأنه في بعض من لمح أن هناك عودة عن الجو الإصلاحي الانفتاحي الذي كان أيام الملك الراحل الملك عبد الله، وخصوصا في بعض التعيينات في بعض. وهناك من قال أن الملك سلمان عاد إلى الفكرة المحافظة وإلى آخره، ما رأيك؟ يعني أنا في رأيي أن متخذ القرار السعودي الملك سلمان وغيره من أعضاء حكومته يعرفون جيدا أن البلد فيها يعني تواجه تحديات، تحديات سياسية اقتصادية غيرها تجاوزتها في وقت الملك عبد الله. في وقت الملك عبد الله احنا تجاوزنا الكثير من الصعاب. الملك عبد الله استلم الحكم و كان هناك عجز ودين 600 بليون ريال، وترك الحكم وهناك فائض 2.8 I think أو 2. مهم أكثر من تريليونين. هذا يدل على مدى السياسة التي نفذت، مدى حكمتها. لا أظن أن الملك سلمان وهو أقرب للملك عبدالله وكان جزء من الحكومة وجزء من القرار، كان لديه الكثير من الملفات وكان فاعل في وقت وجوده، في وجود الملك عبد الله، لا يعرف تماما يعني الاستمرار بالسياسة التحديثية والإصلاحية. وهو أيضا جدد في خطاب العرش، هو المستلم الحكم، جدد أن السياسة المتبعة ستستمر ولن يكون هناك تغيير على السياسات المتبعة، وأن هناك مواصلة للعمل التنموي وأيضا مكافحة الإرهاب وغيرها. نأتي بالنسبة للتغييرات. لكل ملك وزراء ولكل ملك أدواته التي يرى أن فيها، أن بعبرها يمكن خدمة الشعب وخدمة البلد. هو اختار من يختار وأبعد من رأى أنه لا يمكنه أن ينفذ سياساته أو سياسة يختلف تماما. خيار شخصي؟ أنا في رأيي خيار شخصي. طبعا البعض تحدث عن انتقامية، أن هناك انتقامية من البعض، خاصة انتقامية من رئيس الديوان الملكي السابق، وبالتالي جرت على الوزراء الذين عينهم أو كانوا قريبين من رئيس الديوان السابق. أنا في رأيي لا، هي ليست انتقامية، هي اختيار صحي. سنرى هل تستطيع هؤلاء الرجال أن ينفذوا ما يريده الملك، ونحن نعرف تماما ما يريده الملك. يريد الاستمرار بقوة في الإصلاحات، يريد أن تكون الإجراءات متبعة بشكل سليم، ولا يريد الاصطفاف مع هذه الفئة ضد تلك الفئة. وما عودة مثلا مستشار في الديوان الملكي
ناصر الشيخ ناصر الشثري إلا دليل على أنه لا يريد أن يبعد أحد، يريد الجميع معه للعبور بالمملكة بجو آمن مستقر، بدلا من أن تبعد هذه الفئة أو ذلك. طبعا نرى ترحيب بعض الفئات خاصة الفئات المحافظة بأنه انتصار، يعتبرونه عودة مثلا الشثري الشيخ ناصر الشثري أو عودة البعض للشاشة مرة أخرى. أنا ما أشوف فيها انتصار، أو الانتقامية لا يمكن تعتبر بالشكل هذا. ملك جديد ليس لديه خصومة مع أحد، ورجاله الذين يخدمونه قريبين منه أيضا ليست لديهم خصومات مع أحد، وبالتالي أعاد من يجب أن يعود. وأنا دفعت مقال أتذكر أيام إبعاد الشيخ ناصر الشثري، دفعت عن الشيخ ناصر رغم أني أنا من خط تيار مختلف تماما عنه، لأني غضبت من طريقة الهجوم عليه. يعني مهما كان الشيخ ناصر رجل محترم، مهما تختلف معه في الرأي، لكنه رجل له رأي وهو وطني، ورجل يخدم بلده ومن أسرة خدمت البلد بشكل كبير، بالتالي يجب أن يكرم لا أن يهاجم بهذه الطريقة البغيضة، أن تكون عشرات المقالات ضده. إعادة الاعتبار لإعادة الاعتبار لا تعتبرها إشارة سياسية داخلية، لا أعتبرها تصحيح وضع إضافة لو لاحظت أمس في البيان السعودي حول حرق الطيار الأردني ومفعلة داعش، لاحظت الكلام اللي يؤكد على أن السعودية ستقاتل ضد الإرهاب والحركات المتطرفة. يعني الخط لم يتغير. الحركات المتطرفة في السعودية نعرف من هي، صنفتها وزارة الداخلية، وزارة الداخلية التي يشرف عليها الآن محمد بن نايف ولي الأمر والمسؤول عن المجلس السياسي الاقتصادي السياسي الأمني، وبالتالي استمرار. نعرف تماما الأمير محمد بن نايف عانى كثير من الحركات المتطرفة، أبوه رحمه الله الأمير نايف بن عبد العزيز له تصريح ضد الإخوان، تصريح مشهور ومعروف، هم يعرفون حجم الإخوان لكن هؤلاء الأغبياء الذين يسميهم الأراغوزات الذين يفرحون لمجرد أن عاد هذا أو ذاك يتوقعون التغير الكبير في السياسة. بالعكس أنا أشوف أن هناك تغير للأفضل، وأن هناك مواجهة سوف تكون أكثر فعالية، لأن توحيد الجهات الأمنية المتعاملة مع المعلومة والمتعاملة مع المواقف الداخلية والسياسات الداخلية في مجلس واحد الآن، وأيضا إشراف ناس من يعني من المقربين للأمير محمد بن نايف على أجهزة الأمنية المعلوماتية الأخرى مثل المخابرات وغيرها، ووجود ناس أكفاء في سدة القرار الأمني ولديهم خبرة عالية، يتيح لتجاوز المحن والمصاعب، وأيضا يتيح لمواجهة التطرف. وإذا أسألك أيضا قبل أن أنتقل إلى الأسماء، إلى عملية يعني الدخول إلى تعيين الولي العهد ولي العهد محمد بن نايف، وبعدين يعني تعديلات حكومية ووزارية وتعديل رئيس مخابرة، كل ذلك تم بسرعة. هل برأيك المداولات جرت في هذا الوقت القصير أم كان هناك ترتيب سابق؟ لا يمكن يعني يتم ما تم هكذا بين الليلة وضحاها. أكيد كان هناك ترتيب ورؤى وتفكير. يعني أنت تعرف تماما أنه يوم من الأيام ستصبح ملك، ماذا ما هي الخطة لديك؟ ماذا ستفعل؟ كيف سيكون شكل الإدارة التابعة لك؟ من هم الرجال الذين ستعتمد عليهم لتحقيق أهدافك؟ لديك خطة كملك، فبالتالي أكيد يكون عندك رؤى، وحينما يقترب الوضع ويصبح تكون الرؤى تنفذها بسرعة. وإضافة أن الملك سلمان معروف تماما عن الحزم والعمل بإصرار والمعرفة الجيدة بالناس وبالطبيعة المجتمع السعودي، والمعرفة أيضا بتوجهات المجتمع السعودي بحكم أنه أشرف على إمارة الرياض لفترة طويلة، قريب من الناس يوميا، فبالتالي هو اختار رجالا جيدا ولديه الرؤية الواضحة. ونأمل نحن كشعب وفي الإعلام خاصة سنراقب تماما في المستقبل ماذا سيحدث، ونتوقع، أنا بالنسبة شخصيا أتوقع أننا سوف نحقق الأفضل تحت قيادة الملك سلمان وبهذا الفريق العملي، وخاصة بعد أن تم حصر الغاء مجالس كثيرة بيروقراطية كثيرة جدا في اتخاذ القرار، إلى أن يكون هناك يعني مجلسين
مجلس أمني سياسي ومجلس تنموي واقتصادي، وبالتالي من السهل اتخاذ القرار الاقتصادي بسرعة فقط، يعني بسرعة تماما، أسرع من أول. اللافت هو تعيين الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وبالتالي انتقال السلطة إلى الجيل الثالث، مما بدأ يعني يطرح سيناريوهات إلى من ستنتقل أيضا، وهل سيشارك هذا الجيل الثالث في مهمات الحكم الحالي أو القادم. هل ترى ذلك؟ هل تستشرف ذلك؟ نعم، يعني لو لاحظت مثلا اختيار الملك سلمان لمحمد بن نايف وموافقة الجميع على هذا الاختيار ومباركتهم له، هو اختار الرجل القوي، الرجل الجيد، الأفضل في الساحة، وهو من هو كما يرى هو الأفضل في الساحة، فمن حقه أن يختار. بالنسبة للمن سيأتي بعد، أيضا سيقوم بنفس الذي فعله الملك سلمان باختيار الأفضل في الساحة. هناك أسرة لا يمكن أن يأتي أحدهم، أحد هؤلاء الأسرة، وينفي كل خيارات الأسرة وكل ترشيحاتها وكل رؤاها وكل ما يوحدها مع بعضها البعض. سوف يختار الأفضل، والأسرة تريد يعني المسؤول الفعال الذي يجمع ويحافظ على مصالح الأسرة ومصالح الدولة، والذي لا يفتت الدولة، والذي لا يضعفها ويهانها، لأن في ضعف هنا أيضا ضعف للأسرة، لمصالح الأسرة نفسها. فبالتالي من الواضح تماما أن هذا التقليد متبع وسوف يستمر. وحتى الملك فيصل لما جاء للحكم اختار بعض الأخوان لكي يكون ضمن الطاقم الوزاري ويسلمهم مسؤوليات داخلية، حرس، غيرها، دفاع، وأبعد البعض، أبعد البعض، لأنه يعرف أنهم بعضهم لا يريد، بعضهم ليست لديه المؤهلات والخبرة، بعضهم لديه توجهات تختلف عن توجهات الملك. فهو حر، الملك هو لدينا هو المسؤول، هو ولي الأمر، هو الذي لديه الرؤى، وهو الذي عليه أن ينفذ هذه الرؤى عبر الرجال الذين اختارهم. ولن ننتقد لماذا اختار هذا أو ذاك إلا بعد أن يخطئ. ولدينا يعني احنا في المجالس في السعودية موجود الانتقاد، والآن موجود الانتقاد، والآن موجود دبيت وحوار قوي داخل المجتمع السعودي حول هذه الخيارات، بعضهم يعترض بعضهم لا، لكن لدى الجميع، وهذه الميزة في المجتمع السعودي، لدى الجميع الرغبة في إكمال واستمرارية الاستقرار، وليس لدينا كمجتمع الرغبة في الفوضى كما يحدث في دول أخرى. ونراهن تماما على أن الملك سيستمر برنامجه، وإذا صار في خلل في البرنامج فعلينا واجب النصح. في أدنى الملاحظات، محمد بن نايف هو وزير الداخلية ولي العهد، وأيضا محمد بن سلمان ابن الملك سلمان هو وزير الدفاع. البعض اعتبر أنها استمرارية وجود الملك سلمان مشرف على الجهاز العسكري، على على على, على وزارة الدفاع. لماذا يريد الملك أن يكون حاضر في هذا الملف برأيك؟ أنا برأيي لأنه هو كان يعني هو أولا كان قريب جدا من الأمير سلطان أيام وزارة الأمير سلطان للدفاع، وهو علاقته شخصية بالأمير سلطان علاقة روحية كثيرة، يعني هو مرتبط تماما بالأمير سلطان والأمير نايف. ولكن وأيضا هو لما كلف من قبل خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله أن يتولى وزارة الدفاع، أشرف على تأهيل وإعادة تأهيل وزارة الدفاع بما تناسب مع التحديات الجديدة، ونجح نجاحات بفترة بسيطة يشهد لها الكثير، أكمل مسيرة سلطان وبكثير من التحديثات أيضا وبكثير من الرؤى التي لديه. بالقرب منه كان ابنه الأمير محمد بن سلمان الذي أيضا هو كان يعني أداة التنفيذ أو المسؤول عن التنفيذ، وكان مشرف على الكثير من مشاريع التطوير، وأيضا له رؤى يمكن تختلف عن الآخرين، وبالتالي هو أقرب لرؤية أبوه لتحديث الجهاز العسكري المهم جدا في السعودية وهو الجيش، واستمرارية بقاء القوات الجوية بشكل فعال وجيد. فحينما اختاره لوزارة الدفاع هو يعرف تماما أنه يريد أن يكمل ما بدأ، أن لا يكون هناك خلل، استمر المسيرة التحديث في الجيش. هذا ما نراه. طبعا في بعض يقول أنه بعض الرؤى تقول أنه هو لا يريد أن يترك وزارة الدفاع لأحد، لا، هو أيضا قريبنا مثلما كان الملك عبد الله لفترة ملك وأيضا رئيس للحرس الوطني، قريب من الحرس الوطني، وأيضا أسند رئاسة الحرس الوطني لابنه متعب،
باستمرارية، لأن هناك ارتباط يعني قريب ما بين قادة في الدفاع والقادة في الحرس الوطني برؤساء، واستمرارية هذا أفضل من أنك تأتي بواحد جديد يخل بهذه، إلا إذا حدث شيء مثل ما حدث الأمير سلطان. حضرتك يعني كنت مواكب لبعض التغييرات التي حصلت في الوزارات أيام الملك عبد الله، أي علامات كانت لافتة في التغييرات الحاصلة في تشكيلة الحكومة الجديدة؟ يعني هو طبعا فيه الذي فوجئ فيه الكثير هو القدوم وزراء ليست لديهم أي خبرة في عمل الحكومة، وهذا كان محل امتعاض كثير، ولكن أيضا كان محل أنه هذه حكومة ليست حكومة تقنقراط، هي حكومة من كثير من الذين عملوا في القطاع الخاص، وبالتالي لديهم أيضا يمكن نظرة للتنفيذ بشكل أفضل من البيروقراطية الحكومية والخبرة الحكومية التي تكون متعلقة بالكثير من البطء في اتخاذ القرار. فاللي يجون من القطاع الخاص هم ناس عندهم قدرة على اتخاذ القرار أفضل وأسرع، وهم عارفين السوق العمل، والحاجة الآن هي لإيجاد وظائف أكثر. طبعا في البعض يأمل أن لا تكون مثل حكومة أحمد عز وغيرها اللي سموها حكومة أحمد عز في مصر، لكن حكومة رجال أعمال، أي حكومة رجال أعمال وتكون فيها فساد ويصبح كل وزير ينفع جماعة لأنه متعود على القطاع الخاص ومتعود على المناقصات وغيرها، لكن في أمل يعني، وأيضا في مطالبة أن يكون الإشراف على المناقصات والمشاريع وتدعيم وحماية المال العام قوية جدا وبإشراف من الملك نفسه، وأن يكون هناك محاصرة لآلة الفساد. آلة الفساد موجودة في السعودية وبشراها، وهذا لا ينكر أحد، لأن المال كثير وبالتالي المال يعمي، والشراها موجودة عند رجال الأعمال. فهذا كان خشية الناس، ليش هذول جو، ليش ما عندهم خبرة حكومية، كيف يجي مثلا واحد من القطاع الخاص يصير وزير تعليم، أو من القطاع الخاص يصير وزير إعلام، أو من القطاع الخاص يصير وزير صحة، وكيف كلهم تابعين ل جهة واحدة، يعني قريبين من جهة واحدة في الحكم. لكن نقول لا، ممكن أن الصاحب أو صانع القرار لديه رغبة في أن يكون هناك ناس مشرفين على القطاعات الحكومية المهمة لخدمة الشارع، لأنهم قريبين من الشارع أكثر من غيرهم. نعم، وهم عارفين مساوى أيضا لمحاولة تأهيل القطاع الحكومي بحيث يكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق، وأيضا إمكانية إيجاد قطاع خاص قوي، مساعدة القطاع الخاص بحيث يكون قوي. لكن المعضلة الوحيدة في هذه الحكومة هي أن يتم السيطرة على الفساد بشكل أكبر. أريد أن أسألك حول تفصيل، ليس تفصيل، هو موضوع جمع وزارات التعليم في وزارة واحدة، لماذا؟ أخصر أن هذا الملف الكبير في أي دولة، ملف التعليم؟ يعني هو أنا أعرف تماما أنه مثلا في السويد حتى التعليم الابتدائي له وزارة، يعني التعليم الابتدائي أظن والمتوسط له وزارة، التعليم التأهيلي والثانوي له وزارة، التعليم الجامعي له وزارة. لكن في السعودية يمكن الرؤية أيضا أن يكون هناك توحيد بحيث تكون السياسة التعليمية واحدة، ما يكون فيها تنافر بينها، أن تكون يعني هناك نقاش حول نقاش داخلي حول السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية. نعم، مستمر داخل الحوار الوطني، أظن كان فيه سيشن كامل على مسألة التعليم، وكان فيه انتقاد لكثير. الوزير الذي أتى هو لديه أيضا رؤى، وأصف صحنها في تويتر عن رؤى للتعليم، وهو متأثر طبعا بالتجربة اليابانية للتعليم، وما أدري كيف بيطبقها في السعودية يعني. وهو صديق عزيز وكان يعني زميل في الشركة السعودية للأبحاث والتسويق الشرق الأوسط طبعا. لكن احنا الآن نرى أن الرهان والتحدي التنموي هو المهم، لا يهم من أتى بل يهم ماذا سيفعل الذي أتى. في القسم الأخير سنذهب إلى السياسة، سنذهب إلى الخيارات المملكة العربية السعودية، خصوصا في علاقات الدولية وأيضا في علاقات الإقليمية، بعد الفاصل. سجلت في القسم الأخير هذا المساء مع الأستاذ عبد العزيز الخميس الإعلامي السعودي، نحاول أن نسلط الضوء على هذه الرياح التي يقال أنها نشبت في الرياض. أستاذ عبد العزيز الخميس، أريد أن أسألك أيضا في ملف الأسماء حول شيء لافت أيضا، بعد الأمير بندر بن سلطان عن رئاسة المجلس الأمن، وبعد أن كان رئيس الاستخبارات طبعا، وتعيين خالد الحميدان أيضا رئيس رابع للاستخبارات خلال عام واحد، وطبعا من خارج العائلة الحاكم. يعني
اولا الغي الاظن مجلس الامن، فبالتالي لا بد من ان يبعد الامير بندر بن سلطان. واظن الامير بندر بن سلطان قريب هو من صنع القرار، ودائما هو ما ينفذ ملفات ماذا، لكن يبدو انه اللي هو كان شخصيه اساسيه خلال خلال لفترات ياتي ويذهب ياتي ويذهب. ونحن تماما ايضا ظروف صحيه، عمل عمليات جراحيه كثيره ولديه ظروف صحيه صعبه. فهذه الحكومه يبدو يريدون ناس تكون موجوده دائما، والامير بن ظروفه الصحيه يمكن لم تساعد في ان يكون موجود في الفتره الماضيه، فناهيك بالفتره المقبله بوزارة معظمها شباب. لكن لا أظن هم سوف يستغنون عن خدمات الأمير بندر سلطان في ملفات عديدة، ويمكن نشهد عودته. ما نعرف، هو الأمير بندر دائما يطل علينا ويغيب ويطل ويغيب، فلا ما ندري يمكن يرجع مرة ثانية، وهو قريب أيضا. وإذا قلنا الناس كثير بتتكلم عن الجناح السديري، هو الأمير بندر سلطان من ضمن الجناح السديري. إذا هم يحسبون من أولاد المرحومة حسن السديري، فهو واحد من أحفاد حسن السديري. فإذا من قال أبعد أو تنفذ الجناح السديري؟ رجل لأول مرة من خارج، من ليس أمير يعني، ليس من خارج عائلة آل سعود، رئيس الاستخبارات خالد الحميدان، هل هو خيار أيضا ولي العهد محمد بن نايف وهو كان مقرب منه؟ نعم، خالد الحميدان أنا لا أعرفه شخصيا، ولكن يعني سمعت منه من أمريكان ومن بريطانيين هنا، مسؤولين بريطانيين ومسؤولين أمريكان. خالد الحميدان هو كان الرجل المكلف ملف التعاون الدولي في مسائل الأمنية للداخلية كمكافحة الإرهاب، ملف الإرهاب. فمعروف تماما عند الغرب بشكل جيد جدا ومحترم، رجل محترم جدا وناجح في كل الملفات التي أسندت إليه. ولما تم توحيد القرار الأمني فيبدو اختياره كان جيد، لأنه سيكون ضمن هذا القرار بشكل أنه مو خارج المنظومة، يعني قريب من رئيس مجلس السياسي والأمني، فبالتالي قريب منه في اتخاذ القرار ويعرف تماما. فهذه زي ما قلت قضية المجلسين بتسرع من اتخاذ الأقنية، القنوات مفتوحة بشكل سريع، اتخاذ القرار سيكون جيد. أريد أن أفهم منك أيضا، يعني ذكرتني في هذا المجال، هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، أيضا قيل أن الولايات المتحدة نسجت علاقة وطيدة مع الأمير محمد بن نايف خلال الأعوام القديمة السابقة، وبالتالي وكأنه جزء من هذه العلاقة كانت أن يتولى هذا المنصب. والله أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر أن يكون هذا أو ذاك. الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة من النظام السعودي في ملفات عديدة، فناهيك أن تكون هي اللي تختار هذا ولا هذا. الخلاف مع الولايات المتحدة في الملف الإيراني، في الملف اليمني، في الملف السوري، في الملف العراقي، في الملف المصري، فما شاء الله كل هالخلافات هذه وهي تيجي تختار من يصير ولي العهد أو تختار مقرب منها، هذا شيء جميل. بس بالضروري اختيار، لكن يعني لن يكون لها أي تأثير. ولكن التعاون معها مهم أيضا، اختيار الشخص الذي يستطيع أن يتعامل بشكل ندي وبشكل يفهم تماما العقلية الغربية بشكل ممتاز. يعني الأمير مقرم بن عبد العزيز ولي العهد لديه علم جيد بالغرب، وتعامل معهم بشكل حينما كان رئيس الاستخبارات، ويعرف محمد ناهيك. طبعا الملك سلمان أيضا له علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن علاقة الند وليس علاقة موظفين كغيرهم من الذين يعملون بناء على الأجندة الأمريكية بشكل تام، إن في أنقرة أو في دولة خليجية. فيما كتب وما أكثر ما كتب في هذه الفترة حول موقف الأمير محمد بن نايف من الإخوان المسلمين، وقيل أنه لديه موقف وسطي سواء من الإخوان أو أي جماعات متشددة أخرى، لا أعرف إذا هناك معلومات حول هذا الشأن. قيل أيضا عن علاقة سيئة بين الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن زايد ولي العهد أبو ظبي، أيضا لا أعرف إذا كان لديك تعليق حول هذا المسألة. أنا لازم أسأل لأنه من الصعب يعني الحصول على معلومة دقيقة لها علاقة بالشأن السعودي وما أدراك، يعني يقال كثيرا أن هناك ستار من المعلومات كثيرة. أولا دائما في كل معلومة تصدر يجب أن تذهب من الذي قالها وما هو مصدر وأي جريدة نشرتها، فتجد كلها ما شاء الله كلها مطبوعات ومواقع رخيصة صفراء تابعة للإخوان أو لإيران.
وهي يهمها دائما إثارة النزاعات بين دول الخليج. وإحنا دائما نحاول، الملك عبد الله يرحمه كان دائما يحاول لم الشمل الخليجي، وودعنا بعد أن تركنا في على يعني علاقات طيبة مع بعضنا البعض بالاتفاق الرياض التكميلي وبالمصالحة بين مصر وقطر. طبعا نرى الآن نكث لكل نعم. هذا بعد رحيله، ويعرف تماما من هم الرجال الذين حينما يعدون ينفذون، الدول التي تحترم المواثيق والتعهدات، ورجال وأخلاقنا كعرب دائما إذا وعدنا نلتزم بمواعيدنا، وإذا تعاهدنا على شيء ننفذ ما تعاهدنا، يعني هذه أخلاقنا كعرب. لكن يبدو أن العروبة تغيرت هذه الأيام، حيث أن الواحد يموت ننكث على طول كل اللي اتفقنا عليه. المهم محمد بن نايف هو رئيس أو كان وزير، هو وزير الداخلية الذي أضاف الإخوان للحركات الإرهابية، وليس وزير آخر. هذا واحد ردنا على الإخوان. اثنين، إضافة الإخوان للحركات الإرهابية لم تأتي من فراغ، ونرى الآن الأفعال في مصر، ونرى قناة رابعة والبيان التهديدي تبعها والواضح البيان الإرهابي، ونرى كل أدبيات الإخوان. وأيضا المسؤول حينما هذه الجماعات تتعهد بأن تتعامل بشكل جيد وتتخلى عن الإرهاب، يعني لن يبعدها للأبد، يمكن يتعامل معها لأنها تصبح ضمن النسيج الاجتماعي بشكل سلمي وبشكل متعاون ومتفاهم. فالمسألة ليست، والكرة ليست في عند السعوديين ولا عند محمد بن نايف، الكرة في مربى الآخرين. بالنسبة لعلاقة السعودية والإمارات، هي علاقة مصيرية، وعلاقة كل الاثنين محتاجين بعض. وأي محاولة للتشكيك في هذه العلاقات والحديث مثلا أنه والله لم يحدث، أن مثلا قالوا على السيسي أنه ما حضر الصلاة، طبعا السيسي جاءوا عزة، يعني يترك سويسرا وفي وقت الظروف الجوية ويأخذ الطيارة والوسط. محمد بن زايد كان في المغرب أيضا وكان ملتزم، حتى اللي أنا أعرف أنه عائلته ذهبوا للرياض، عائلته ذهبوا للرياض، وأمه أظن أو الشيخ فاطمة ذهبت إلى الرياض وعزت. والعلاقة يعني العلاقة أكبر من هذه التصريحات. الكلام عن إمكانية تراجع الاتفاق مع قطر، نتراجع ماذا؟ الاتفاق مع قطر، الاتفاق السعودي، ليس لدى العرب الأقحاح أصلا الذين يعني يلتزمون بمواثيقهم، والدول القوية الكبرى في المنطقة التي تلتزم بتعهداتها وبتوقيعاتها ملوكها ورؤسائها أن تنكث عن عهودها ومواثيقها. لم تشعر أن هناك تراجع من ناحية السعودية؟ لا، من ناحية السعودية لن يكون هناك أي تغيير. المسألة مرتبطة في رأيي وحسب سياسات الملك سلمان، إحنا نرجع للذي يحكم الآن، ولي الأمر الآن معروف تماما بالحزم، ومعروف تماما أيضا بمسايسة الأمور، ونعرف أنه تماما ما عنده أجندة عدائية مؤدلجة ضد هذا أو ذاك، بقدر ما يكون هناك خطر من هذا المجموع أو ذاك. إذا الإخوان أو غيرهم بيصبحون غير خطرين ويتخلون عن الإرهاب ويمارسون الأمور في المنطقة بشكل هادئ وبتسوية سياسية وبانسجام مع متطلبات المجتمع المدني المتحضر البعيد عن العنف، من الذي سيستمر في إبعادهم؟ وكانت تلمح إلى إمكانية الاتفاق مع الإخوان إذا تخلوا الإخوان عن جميع طرحهم السيء المضاد للسعودية والاستقرار السعودية واستقرار دول المنطقة وإثارة الفوضى والعنف، فأكيد النظام السعودي أيضا بيتصالح معهم، لأنه لا يمكن. أول شيء هم الإخوان هم الذين أثاروا الشقاق، وهم الذين أثاروا الخلاف، لم تثروا معهم الأنظمة الخليجية خاصة. زعيم النهضة التونسي راشد الغنوشي يناشد الملك محمد، عفوا سلمان الملك السعودي، بالتدخل لوساطة مصالحة في مصر. هل برأيك وارد هذا الدور السعودي القادم؟ أنا أعتقد أنه أولا السعودية دائما تحاول ترعى أن يكون هناك مصالحة، وتحاول وطالبت الحركات الإسلامية بأن تتخلى عن العنف وبأن تقف مع الدولة في مصر بغض النظر عن الحاكم وبعدم إثارة العنف والفوضى، وهذا موقف السعودية. وأمس أكد عليها البيان السعودي أنها ضد الحركات المتطرفة، الإخوان جزء من الحركات المتطرفة، ما يحدث في سيناء، ما يحدث في شوارع القاهرة معروف من وراء أنه الإخوان، وباعتراف دولي وباعتراف إعلامي حتى على الفضاء.
الآن الأمل تماما أن يكون هناك تغيير. إذا كان الملك سلمان يختلف في طريقته في مواجهة المخاطر عن طريقة الملك عبد الله أو إدارة الملك سلمان تختلف عن إدارة الملك عبد الله، فإن الأهداف واحدة وهي حماية أمن واستقرار المنطقة العربية وخاصة السعودية والخليج. هل خلافة الوسائل، وكأنك تلمح إلى الوسائل أيضا، قد ينسحب على العلاقة مع إيران في ملفات متعددة؟ الملف العراقي، الملف اللبناني، الملف السوري، والملف اليمني خصوصا. أنا ما شو يعني اللي أنا أشوفه أن السياسة السعودية مستقرة ثابتة وواضحة، والأمير سعود الفيصل له تأثير كبير جدا في اتخاذ القرار السياسي، ولن يكون هناك تغيير كبير في هذه المسألة ما عدا أنهم هم الجماعات الأخرى وإيران والإخوان وغيرهم أن عليهم هم أن يثبتوا أو يقدموا دليل على الرغبة في السلام والمصالحة وأن يكون هناك استقرار في المنطقة. لا يمكن مثلا الملك سلمان يغير سياسته من إيران التي تمتد في إيران في اليمن وفي سوريا وفي العراق وغيرها. من العاقل والمحلل السياسي العاقل إلا إذا كان إيراني أو تابع لإيران؟ الوسائل تحدث عن تغيير يتنبأ في أنه أنت تتواجه الخطر بالورد. وبالتالي يعني تؤكد أنه هذا استمرار استمرار مصالح السعودية واضحة ومخاطر واضحة. طبعا كان لافت جدا عندما أتى الرئيس الأمريكي أوباما، كان لافت هوية ولائحة الوفد المرافق للرئيس الأمريكي، كان إشارة أن الولايات المتحدة تدعم هذا الاستقرار وهذا الاستمرار في المملكة العربية السعودية، وخصوصا أنه شخصيات من الحزب الديمقراطي وشخصيات من الحزب الجمهوري، وكأنه كان هناك إشارة أمريكية خاصة أنا ما أشوفها بالطريقة هذه. أنا أشوفها إشارة أمريكية واضحة لأهمية السعودية والتأثير السعودية والقوة السعودية وعلى القرار الأمريكي. يعني لو كانت الولايات المتحدة تعرف تماما أن السعودية مفروغ منها كبلد تابعة لها وكذا، كم ما ذهب لها كل هذا الوفد، كان ذهب لها سفير فقط، يعني غير مهمة، غير محتاجة منا أن نظهر صداقتنا معها. لا، هي مش دعم لهذا النظام أو ذاك، لأنه لن يؤثر. العلاقة ما بين الملك سلمان وشعبه هي المهمة، وليس العلاقة بين الملك سلمان والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتساعد معنا مع السعودية ملفات كثيرة، ونعرف تماما أن الملك سلمان جزء من الذين يتخذون القرار في العلاقة في الأمور السياسية، وكان نافذ تماما لديه ملفات كثيرة، فهو ليس مستبعد، ولن يكون تغيير كبير في السياسة السعودية في رأيي إلا إذا بدأ من الآخرين شيء من التنازل عن السياسات العدائية والإضرار بالمصالح السعودية والعربية. فالكرة ليست في مرمانا وليست عندنا، هي عند الآخرين، عند الخصوم، وهم من يبادرون، وإلا استمرت السياسات كما هي، مواجهة فعالة وقوية ضد الأعداء. تم تغييرات كبرى، قيل أن هناك تحولات رياح إلى آخره وانقلاب، لكن هناك استقرار في وزارة الخارجية وفي شخص الأمير سعود الفيصل، هذا يعود إلى ماذا؟ كما قلت لك يعود لما تحدثنا عنه سابقا، هو استمرار الخط السياسي السعودي كما هو وبالطريقة وبالأسلوب الذي يحفظ المصالح السعودية. الأمير سعود الفيصل لديه أهمية كبيرة جدا داخل النظام السعودي، وهو الذي ساهم في رسم السياسات السعودية في الفترة الماضية، فمن المهم بقائه كضامن لاستمرار الخط السياسي. طبعا الأمير سعود الفيصل يوما ما سيذهب، وسيأتي من بعده شخص آخر، ومهم جدا أن يكون هناك خط واضح للسياسة السعودية، وهو أيضا خط واضح منذ فترة طويلة وهي الدفاع عن المصالح. لم نرى مثلا التغيير الذي يتم هو في أسلوب في اللهجة فقط، ولكن في الموقف هو الدفاع عن المصالح الوطنية هو الأهم. سؤالي الأخير، ونتحدث عن الحالة اليمنية لأن حالي حدودي مع المملكة العربية السعودية، كان في أسئلة كثيرة عن موقف المملكة العربية السعودية، كان هناك غياب الموقف الواضح، هناك موقف لكن لم يكن موقف واضح. هل هذه الإدارة الجديدة بإمكانها أن تكون أكثر شفافية وأكثر ديناميكية في التعبير عن موقف؟ أنا أعتقد أن الإدارة الجديدة سوف تكون أكثر فعالية، لأن كما قلت توحدت الأمور الأمنية والسياسية في جهاز واحد، تنظيم واحد، وبالتالي حيكون هناك تفاعل قوي وقريب من يعني وسريع لاتخاذ القرار. ف
في عدة جهات. نأمل تماما طبعا أن تكون هناك فعالية كبيرة جدا، وأملنا أنه يكون الفعالية موجودة الآن بهذا التنظيم، ولكن التنفيذ هو الذي سوف نرى وسنحكم. هل هناك نقاش في المملكة العربية السعودية حول أن أولوية مكافحة الجماعة الإخوان التي وضعت بصفتها تنظيم إرهابي أيضا يعني في فرع اليمني أدى إلى هذا السقوط اليمني في يد الحوثيين؟ هو ليس مشكلة السعودية، هو مشكلة الإخوان الذين اندفعوا بكل غباء لاستعداء مكونات يمنية أخرى، منها الحزب المؤتمر ومنها الحوثيين ومنها غيرهم، وأيضا النبرة الطائفية التي تمت في اليمن وعلت بحيث أصبح في سنة وشيعة وأعطى الحوثيين القوة، وأيضا أعطوا بعدائهم لعلي عبد الله صالح، خلوا علي عبد الله صالح يتحالف مع الحوثيين، وبالتالي تم كنس الإخوان من شوارع صنعاء بشكل يحز في الصدور، لأنه في النهاية هم مكون يمني. يعني بغضائهم قدموا كل الهدايا ممكن، كعادتهم الإخوان كعادتهم في كل مكان يرتكبون الأخطاء بكل غباء ويدفعون الثمن ويبكون يتهمون الآخرين هم السبب، يتهموا السعودية أن هي السبب، بينما قطر وغيرها تركيا اللي كانت تدعمهم بالسلاح وبغيرها لم يتهموا أن هي التي دفعتهم للمعركة الخاسرة والفاشلة، كما هي العادة في سوريا في العراق الإخوان الحزب الإسلامي مع أمريكا في اليمن في مصر، كل الأخطاء ترتكب بنفس الاستراتيجية، وحينما يتم إدانتهم بهذه الأخطاء يقولون لا هذا السعودية هم اللي عملوها. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الإعلامي السعودي أستاذ عبد العزيز الخميس، كنا نريد أن نفهم هذه التحولات التي أسميناها رياح في المملكة العربية السعودية. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا أستاذ عبد العزيز.